السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الهايلايتر؟ بداية يستخدم هذا الأمر في إبراز مناطق معينة في الجسم وإعطائها رونق جميل جدا مثل البشرة كما نعلم، فبالتالي نستطيع وضعها على الأنف لإضاءة وإبراز منطقة الأنف، وأيضا نستطيع وضعها على الذقن أو الخدود بالإضافة إلى الجبين. وأيضا هناك أنواع كبيرة، منه النوع الكريمي والنوع السائل والنوع البودرة، وتقريبا يحققون نفس المنفعة، ولكن من أفضل الأمور أنا على رأيي الشخصي في التجميل من الممكن البودرة أفضل شيء. وأيضا كما ذكرنا تستطيع وضعه على الخدين والجبين والأنف والذقن، وأيضا نقوم باستخدامه للوجه المربع من الممكن أو المستطيل، فبالتالي يقوم أو يتناسق بشكل أكبر مع الوجه المربع أو المستطيل فيظهر بشكل أجمل، وبالتالي نستطيع تقليل بروز الزوايا في الوجه المربع والمستطيل من خلال أن نقوم بوضعه على زوايا الوجه الخارجية للتقليل من حجمها، ثم يوزع على الجبين والذقن لإبراز ملامحهما بشكل جيد. إلى اللقاء.